الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر أن نظيره الروسي في وضع صعب للغاية يدفع به إلى تعنيف الأوكرانيين. I think that Vladimir Putin finds himself in an incredibly difficult position. And what it reflects to me is it seems his only tool available to him is to brutalize individual citizens in Ukraine, Ukrainian citizens, to try to intimidate them into capitulating. وصف رئيس الأركان في الجيش البريطاني توني رادكين تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية بأنها مقلقة للغاية. He has few options left, hence the nuclear rhetoric. And while this is worrying and deeply irresponsible, it is a sign of weakness, which is precisely why the international community needs to remain strong and united. وفي سياق ذاته أعلنت الخزانة الأمريكية أن مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى سافرت إلى تركيا هذا الأسبوع لمناقشة العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على روسيا. وقالت الخزانة أن المسؤولة الأمريكية التقت نظرائها الأتراك في وزارات المالية والخارجية وقطاعات أخرى في الوقت الذي تراقب فيه الولايات المتحدة مسألة تقارب العلاقات الاقتصادية بين موسكو وأنقرة. وللمزيد من هذا الخبر تنضم إلينا من إسطنبول مراسلة الشرق ألا جول. ألا صباح الخير، بداية ما الذي طلبه الأمريكيون بالتحديد من الأتراك وهل وجدوا استجابة وقبولا؟ نعم عبد الرحمن، صباح الخير. يعني حتى الآن لا بيان أو تصريح رسمي من الجانب التركي بخصوص زيارة المسؤولين الأمريكيين لأنقرة، لكن كما نعلم أن زيادة التعاون الاقتصادي بين روسيا وتركيا يزعج الغرب، لا سيما في ظل تصاعد وتيرة الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا. الإحصاءات الاقتصادية الرسمية في تركيا أظهرت ارتفاع نسبة التجارة مع موسكو خلال الأشهر الماضية، كما أن زيادة في احتياط تركيا من النقد الأجنبي لفت الأنظار إليها. وبلغة الأرقام، ارتفع حجم التجارة بين تركيا وروسيا خلال العام الفائت بنسبة 57% بواقع 33 مليار دولار خلال الربع الأول فقط من هذا العام. أيضا سجلت التجارة ارتفاعا ملحوظا ويعني مسجلا 13 مليار دولار، فيما سجلت حجم التجارة مع الولايات المتحدة بين تركيا والولايات المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 22 مليار دولار، وهذا رقم بعيد جدا عن الهدف الاستراتيجي المتمثل ب 100 مليار دولار سنوي. طيب، ألا مع الطلب الأمريكي أين تجد تركيا نفسها، خاصة وهي تلعب دور الوسيط بين أوكرانيا وروسيا، سواء في مسألة المباحثات الدبلوماسية أو حتى موضوع تصدير الحبوب؟ نعم عبد الرحمن، يعني بداية اتهامات الغرب لتركيا بمساعدة روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية وعقوبات الولايات المتحدة ليست بجديدة. سبق أن أرسلت الخزانة الأمريكية في أغسطس الفائت تحذيرا لبعض الشركات التركية من عقوبات محتملة في حال استمرت بالتعامل مع رؤوس روسية وشركات روسية خاضعة لعقوبات الولايات المتحدة. بعد ذلك أوقفت خمس بنوك تركية تعاملها مع نظام الدفع الروسي مير. أنقرة أكدت عدم السماح لموسكو بالالتفاف على العقوبات الغربية عبر تعاملاتها معها، لكن في الوقت نفسه أكدت أنها ليست طرفا في هذه العقوبات وأن العلاقات الاقتصادية مع موسكو تعود لما قبل أزمتها مع أوكرانيا، وأنها تسعى لتعزيز التعاون مع كافة حلفائها وأيضا مع الدول الجارة لها والتي تتمثل معها بعلاقات قوية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي الذي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه تركيا خلال هذه الفترة. بالنسبة لاتفاق الحبوب، بالتأكيد تركيا تريد ضمان عدم انهيار هذه الاتفاقية في ظل التحديات الراهنة. من جهة، هناك تحفظات روسية على هذه الاتفاقية، موسكو تطالب بتسيير صادراتها من الأسمدة والحبوب، وأيضا تقول بأن أغلبية الحبوب الأوكرانية ذهبت للدول
الدول الفقيرة، فيما تقول كييف أيضا من الطرف المقابل أو تطالب بتوسيع نطاق هذه الاتفاقية لتشمل ميناء جديد أوكراني لتصدير الحبوب منه. شكرا لك من اسطنبول مراسلة الشرق لا جولا.